أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير فرنسا بالقاهرة إريك شوفليه، حيث استعرض الخطيب الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا. كما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والتنافسية تكلفة الاستثمار وتوافر البنية التحتية الاستثمارية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية لتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وخلال لقاء الوزيرة مع رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، أشارت الوزيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وإذا زيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفا رئيسيا لبرنامج عمل الحكومة الحالية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال. تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق يرافقه محافظ الفيوم أحمد الأنصاري معرض أهلا مدارس 2024 وعدد من المجمعات الاستهلاكية وفروعها الجملة بمدينة الفيوم. كما شملت الجولة تفقد المجمع الاستهلاكية التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، حيث يقوم الفرع بصرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز بالإضافة لبيع السلع الحرة واللحوم والطازجة والمجمدة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية للحريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وخلال الزيارة عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي الشركة استعرض خلاله نشاط الشركة في مجال صناعة الحريات والسيراميك ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج والتصدير ومنتجاتها المتنوعة والتي تدخل في العديد من الصناعات، وكذلك مساهمتها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركة. وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر وحقل نور، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر. وتناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة. افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون موسم جني محصول القطن بالمحافظة، وذلك تزامنا مع عيد الفلاح 72. وشهد وزير الزراعة ومحافظ المنوفية اصطفاف القوافل الإرشادية والتوعوية للإنتاج الحيواني والنباتي والطب البيطري وقافلة البنك الزراعي المصري ومنافذ السلع الغذائية لأكثر من 35 سيارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإطلاق حملات مكبرة من القوافل على مستوى محافظات الجمهورية احتفالا بعيد الفلاح. نتفقد أحوال المزارعين وبنشوف الدعم اللي هم محتاجينه إيه. الحقيقة الدولة مهتمة جدا بالمزارع البسيط، مهتمة بالريف المصري. برضو اتكلمنا على موضوع التعديات على الأراضي الزراعية، ده بالنسبة لنا شيء مهم جدا إن ما يكونش فيه تعديات وإن احنا نكون كلنا بنحافظ على الأراضي بتاعتنا. أعتقد إن احنا لينا دور في خلال المرحلة اللي جاية من خلال الإرشاد الزراعي، من خلال تواجدنا على الأرض. يمكن الفترة اللي فاتت كانت محتاجة مننا إن احنا ندرس إيه التحديات اللي عندنا،
اهم التحديات اللي موجوده هي التغيرات المناخيه وندره الميه. الهدف من الزياره العمل على حل كل مشاكل المزارعين في المحافظه. زرنا اكثر من جمعيه، قابلنا الناس، شفنا مشاكلهم، ومعالي الوزير شاف مشاكلهم واقترح بعض الحلول، وكلها كانت بتنحصر في مشاكل الاسمده، نقص الاسمده، مشاكل في المبيدات، مشاكل في التعديات على الارض الزراعيه. احنا السنه دي زارعين على مستوى الجمهوريه 311 الف فدان، منهم 270 الف فدان في وجه بحري و40 الف فدان في وجه ابلي. الصنف المنزرع عندنا هنا صنف جيزة سوبر جيزة 97، وده من الأصناف الحديثة اللي أنتجها معهد القطن خلال الثلاث سنوات السابقة، ويتميز أنه هو محصول عالي الجودة وقصير العمر ويوفر في كمية المياه بنسبة 30%. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وما فاق الدعم الذي طلقته الأسعار من قرار تحالف أوبك بلس إرجاء زيادة الإنتاج وانخفاضت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة 2.24% لتصل إلى 71 دولارا و6 من المائة سنت للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة الخام غار بتكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% لتصل إلى 67 دولارا و67 سنتا للبرميل. أيضا هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.6% لتصل إلى $2.12 سنتا للتر، وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتصل إلى $2.28 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا التصنيف من وكالة ستاندرد أند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية. وعلى الصعيد النقدي أشارت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2024.